ازيك يا ريس؟ ليك وحشه والله. والله وانت كمان. ازيك يا تامر؟ عامل ايه؟ وازاي ابوك يافت؟ انا سامع ان انتوا فتحتوا على الاخر، بسم الله ما شاء الله، شغالين مع غجر الشام ومن ورايا. مظبوط الكلام ده؟ ما انت اللي اديتنا السكه برضه يا ريس. ايوه يا اخويا، علمتكم الشحاته سبقتونا على البيبان. انت برضه الخير والبركه يا ريس. القصد انا جاي لك في موضوع مهم. مش دي صوره ياسمينة برضه؟ هي جبتها منين انت؟ وقول لي شفتها فين. بس هي كده هتنام للصبح، وانا هكتب لها على دواء تاني دلوقتي تاخده. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.